وقد أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية خلال اتصال هاتفي بنشرة سابقة، أكد على أن الحكومة ملتزمة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وذلك من خلال عدة مبادرات من أبرزها الدعم المالي الموجه لذوي الدخل المحدود وتأهيل العاطلين لإيجاد الفرص المناسبة لهم لدخول سوق العمل. أي أسرة تحصل على أقل من الدخل المقرر متطلبات الحياة الأساسية تتدخل الحكومة وتوفر لها الضمان الاجتماعي اللازم الذي يكفل لها هذه المتطلبات. علاوة الغلاء مبادرة الحقيقة، يعني اليوم 118 ألف أسرة في البحرين تحصل على علاوة الغلاء اللي هي الدعم المالي، يعني إلى 1000 دينار، إلى سقف 1000 دينار. نعم. لمعاونة المواطنين على تحمل تكاليف الحياة. نحن نقوم بتدريب الشباب بالتعاون مع تمكين وصرف مبالغ كبيرة لتأهيل وتطوير المهارات لكي يحصل أو تحصل الأسرة على مدخول من العمل. اليوم البحرين الحقيقة سواء من جانب الرعاية الاجتماعية أو من جانب تطوير سوق العمل وتحسين الكفاءات والاستقرار في سوق العمل وإيجاد الفرص المناسبة، يعني تمثل الحقيقة يعني مثال جيد في المنطقة. لدينا نظام التأمين ضد التعطل، نظام رائد جدا يكفل الدخل المناسب عند التعطل عن العمل، بحيث نحمي المواطن من العوز والحاجة عند التعرض إلى مثل هذه الظروف.